السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هي واحد قطيطه قدامي. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، اليوم ان شاء الله غادي ندوزكم ان شاء الله واحد فيديو زوين بزاف على يعني على هذه المنطقه هذه. كما كتشوف السكن الاقتصادي التلفين طلع في البني، يعني طلع بزاف الصراحة. شوف حتى فين وصل، لأن من هنا نقدر نشوفو كلشي، ولكن من الداخل ليه ما يمكنناش نشوفو والو. نصولكم اليوم هاد الجهة فين كاين السكن الاقتصادي. كما كتشوفو التحتانيين والوسطانيين والفوقانيين، وشوف الفوقانية قاعدة كما كتشوف دابا. إن شاء الله ندوزكم وحدة بوحدة. كما كتشوفو هادو هما يعني التحتانيين، كما كتشوفو السكن الاقتصادي التحتاني. وكاين عاود تاني هادوك اللي شو اللي جاو شوية يعني فوق منهم، يعني ماشي الوسطانيين هادو، يعني اللي جاو مور هادوك التحتانيين. وكاينين عاود تاني هاد اللي جاو في الوسط تقريبا. كما كتشوفو هادو كلهم جاو في الوسط، لان كاينين حتى يعني اللي مور هادو كما كتشوفو. وكاينين عاود تاني باش نوريكم دابا. دابا ها هما اللي جاو في الوسط في الحقيقة، هما هادو كيبانو الفوق، ولكن هما هادو اللي جاو في الوسط كما كتشوفو. هادو اللي جاو في الوسط، حنا كاع نقربو الكاميرا مزيان. شو راه مازال كيتبناو كما كتشوفو، كيبانو هنا من هنايا. وخلي هادوك الديور دابا لاصقين مع هاد السكن الاقتصادي، يعني السكن الاقتصادي يعني كيبان بحال اللي لاصق مع الديور. هما لا ماشي لاصقين مع الديور، كاين واحد الواد بيناتهم. غير بغيت نوضحو داك الشيء مزيان ان شاء الله. وكاين عاود ثاني تشوفوا الفوقانيين، راه هما الفوقانيين كما كتشوفوا. هادوك جاو الفوق كاع كما كتشوفوا، انا ضربه فيا الشمس. ها هما كما كتشوفوا خدين مازال كيتمنوا عاد مازال. هادو هما الفوقانيين كما كتشوفوا، راه كيبنيو تما بزاف ديال الشقق. اللي بغى يشري شي حاجه، كاين رخا كاين غلا كاين اللي بغيتو، كاين 25 30 50 100 على حسب كل واحد، لان كل شركه كيف بنات الديور ديالها. وكما كتشوفوا راه عمرات الدنيا الصراحه، لان بنوا تما بزاف ديال الديور، يعني ديال الشقق اللي كيتباعوا رخاص واللي كيتباعوا غاليين، كل واحد كيفاش بنى الشقق ديالو. وجاو في واحد المنظر زوين بزاف، كما كتشوفوا منظر ديال رمود، يعني شاطئ رمود ولا صباديه، كل واحد كيفاش كيقول هاد الشيء تيمشضين. وفيك شي ثلاثه الاسماء ولا اكثر، والكورنيش يعني في واحد المنظر رائع بزاف. دابا شوفوا الاخرين اللي الفوق كما كتشوفوا، جبدهم من هنايا، راه هما كما كتشوفوا السكن الاقتصادي حتى فين طلع. طلع حتى شوفوا شحال، تبارك الله
بحال بنا هو راه كاين واحد المسافة كبيرة بزاف، حيت دابا بالكاميرا هكا كتبان لنا يعني غير شوية، ولكن الحقيقة راه كاين واحد المسافة كبيرة بين مثلا من هنايا حتى لتحت، حتى لهناك واحد المسافة كبيرة بزاف. وكاين في الوسط، لأن ما كيبانش من هنايا، كاين في الوسط راه فيه بزاف يعني الشقق في الوسط، وفي الجامع كما كتشوف في وسط الجامع، في وسط الاخر في الجامع كما كتشوفوا، الاخر ديال الجامع كما كتشوفوا، الحمد لله في واحد الجامع زوين بزاف. هذاك الجامع اللي عجبني في داك البلاصه كلها الصراحه، ان الجامع دار فيه واحد الجامع ما شاء الله، كما كتشوفوا راه في الوسط، يعني الجامع جات في الوسط، الوسط ديال الشوق الصراحة. جا واحد الجامع فيه تبارك الله، واحد الجامع غزال كيشوف البحر، وفيه واحد المنظر، وفيه الربيع، وفيه الضوا، وفيه المهم تبارك الله، جا واحد عطاو واحد المنظر زوين بزاف، يعني بنادم اللي ما كيصلي يعني يعشق تما يصلي الصراحة. دابا غادي نزيدو شويه لقدام ونشوفو ان شاء الله المنظر اللي كان شويه لقدام، نمشيو حتى لتحت شويه ونكملوا الفيديو ديالنا، خليكم معايا. احنايا غنزيدوا شويه لقدام المشاهدين الكرام باش نكملوا واحد الفيديو زوين بزاف. كتشوفوا الجو زوين، الشميشه والحراره، خصنا غير الشتا الصراحه، الشتا اللي خاصنا دابا في هذا الوقيته، وربي يرحمنا وصافي هادشي اللي كاين. غنزيدو شويه لقدام ان شاء الله ونصور لكم يعني شويه من القريب هاد الشقق هادو. لان من يعني الى دخلنا لداخل ما غاديش نشوفوا هذا المنظر اللي كاين من هنايا، لان علاش هذه الخطره صورت من هنا، لان يعني الصوره كتختلف بين يعني من الداخل وبين لهاد الجهه، لان لهاد الجهه كتعطي واحد المنظر اخر عاوتاني. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. احنا غادي نوقفوا هنا ان شاء الله، غادي نكملوا على التصوير ديالنا. دابا قربنا ليهم يعني جينا في داك الجبل اللي موراهم، يعني مقابلين يعني الشقق، يعني اونفاس ديال الشقق كما كتشوفوا. باش تشوفوا الفرق المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا هادو هي هما يعني اللي تبناو في الاول كاع، هادو هما التحتانيين كما كتشوفوا، وهادو الوسطانيين كما كتشوفوا، يعني هادو مقربين للواد، وكاينين الفوق كما كتشوفوا، وتبارك الله فيهم واحد المنظر زوين بزاف. هذا المنظر رائع، عندهم واحد المنظر يعني قريب للبحر، قريب للمدينه، قريب يعني قريب لكل شيء، لان هاد البلاصه هذه زوينه بزاف الصراحه. يعني اللي شرا انا بحال اشرف في وسط المدينه، لان اصلا التاكسيات راه كيجيو هنايا، اللي ما عنده السيارة راه كيجيو هنايا. والمنظر فيه واحد المنظر ما شاء الله، منظر زوين بزاف. وكما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنا دائما كنقلبوا على الجديد، دائما مع الجديد، وبالفضل ديالكم حنايا مستمرين وكنديروا المجهود ديالنا اكثر. وما تنساوش اللي ما اشترك معنا اشترك معنا ودعمونا، الله يجزيكم بخير وباللايك باي حاجه. حنايا يعني كتعطيونا واحد القوه كبير بزاف. ها هما كما كتشوفوا هذوك
الفوقاني اللي هاد جيت شوف راه هبطو مع داك الجبل كما كتشوفو، هاني هبطو كاع غادي لتحت، راه كاينين الديور كما كتشوفو، كاينين الديور ولكن الفوق شويه راه كاينين الشقق. يعني انا غي عطيتكم واحد المنظر، واحد الفكره باش اللي بغى يشري هنايا ولا شي حاجه يعرف فين غادي يشري. يعني واحد المنظر زوين بزاف، وكما كتشوفوا الجو زوين يعني، وخصوصا دابا فوق الصيف كيكون هاد كتكون هاد البلاصه زوينه بزاف. نتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تدعمونا، يرزقكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.